بننتقل لفقرتنا التالية، وما فينا نقول ميلاد مجيد إلا ما نذكر الترانيم الدينية والروحية اللي بتزرع حالة من الفرح والإيمان داخلنا. صحيح، مع الترنيم الحاضر في كافة مسيرة مراحلنا الإيمانية، يمكن دائما وقت نرنم نناجي الله بروحنا بأصواتنا وبحناجر ملائكية دائما تبعث الطمأنينة. يمكن بزمن شوي في مثل ما بيقولوا قلة هيك إيمان بأنه لسه الخير موجود أو الأمل موجود، وقت نسمع هاي الترانيم جواتنا بيصير في أمل. خلونا نبلش بترنيمة وبعدين نرحب بضيوفنا. هلوموا يا مؤمنون في عيد تقديم الميلاد لنستقبل المسيح بحسب الواجب، حاملين فينا الفضائل كالمجوس ومنشدين ترنيم الملائكة لإلهنا المولود في بيت لحم من العذراء بغير زرع والممجد من البرايا بأسرها. يسلم هالتم وهالصوت، اكيد بنرحب فيكم على شاشه الاخباريه السوريه مدام اولغا سلامه وماري كلير اوسكا حضرتك وبنتك، يعني نحن اكيد سعيدين بوجودكم. وكنا عم نسمع غناء بيزنطي، ترانيم بيزنطيه، وكنت عم تطلعي ببنتك هيك وسعيده، يعني في حاله من السعاده. يمكن هيدا فرح الميلاد، فينا نقول يعني هي السعاده وفرح الميلاد اللي بيزرعه بقلوبنا اليوم. صحيح كلامك، وكمان لما تعيشي انت الكلمه وبتحسيها انه كانك عم كانه هيدا الواقع اللي انت عايشتي، فبتحسي هالكلام كل لحظه انت عايشتي وتفرحي فيه. صحيح، بيبعث بقلبك فرح امل مثل ما قالت الاخت، وكمان سعاده ورجاء اكبر. صحيح. يمكن بلشت ماري بالبيزنطي، ومثل ما بنعرف الترانيم البيزنطية هي من الترانيم الدقيقة جدا في اللحن، ويمكن فيها تكنيك معين مثل ما بنعرف نحن بكل الجوقات بياخدوا بتمرين وتدريب لنوصل نحن للطبقة اللي نحن بدنا إياها. خلينا ننتقل لك مدام، يمكن هي بيزنطي أكثر ما يلالي، خبرينا نوع الترانيم اللي أنت شوي هيك تعطيها من روحك. هلا انا ما اقتصرت اني اكون بعرف بس تراتيل بيزنطيه. عندي تراتيل سريانيه، طبعا هي طقسيه وهي تراتيل عاديه كمان. كل حدا يمكن بتسمعي بيقولها، ممكن تكون لاتينيه، ممكن تكون شعبيه، تراتيل معروفه. فما حاولت بس انه انا اكون بس فقط بالبيزنطي، عندي اطلاع طبعا بالبيزنطي بس مو كأني متخصصة فيه مثل بنتي. بنتي كان تخصصة فيه أكبر وأعمق، أما أنا أخذته نتيجة خبراتي اللي أنا عشتها مع الجوقات يلي كنت فيها موجودة، وحاولت اللي عندي دائما أعطي، وإذا بقدر ضيف عليه ما بكون مقصرة. خلينا نسمع طيب. ترنيمة من حضرتك. ليلة الميلاد يا
يمحى البغض ليلة الميلاد تزهر الأرض ليلة الميلاد تدفن الحرب ليلة الميلاد ينبت الحب عندما نسقي عطشان كأس ماء نكون في الميلاد عندما نكسي عريان ثوب حب نكون في الميلاد عندما نكفكف الدموع في العيون نكون في الميلاد عندما نفرش القلوب بالرجاء نكون في الميلاد. يسلم هالتم وهالصوت. يعني يمكن المعاني نور بهيدي الترنيمة جدا خلينا نقول القلب والروح. بتلامس القلب ويمكن بتجسد معاني الميلاد وقت الاطفال بيسمعوها. خلينا نقول الاطفال مو مثل الكبير يمكن بس يسمعوا هدول الكلمات عن طريق لحن جميل يمكن بيعرفوا هن شو لازم يعملوا بالميلاد. تعودنا على هيدا الترانيم يمكن وخاصه بهذا الوقت الجو مرتبط فيها يعني بلاها مرتبط كيف عنا جو الميلاد عنا أجواء تانية ولكن هدول الترانيم مرتبطة ببعض. يسلم تمك. حننتقل لك ماري ولنسمع كمان ترنيمة. نحن عم نجاوز الحديث لنقدر نسمع كمية من الحب أكثر نور. أكيد لأنه فعلا في حالة هيك روحانية بتعطينا إياها الترانيم بتعطيك راحة نفس يمكن ودعوات بتتمني بكل ميلاد فعلا الصحة والخير لكل الناس ولسوريا. خلينا نسمع منك ترنيم. أكيد لما حان أوان حضورك على الأرض حدث اكتتاب المسكونات الأول فحينئذ أزمعت أن تكتب أسماء البشر المؤمنين بمولدك فقد صبر ذلك الأمر من قيصر إذ إن مملكتك الأبدية لذا نحن نقدم
يسلم هالتم، اخذتينا هيك بحاله روحانيه ايمانيه، حاله من السعاده يعني فينا نقول، وخصوصا فينا نقول الترانيم البيزنطيه بتعتمد على التناغم الصمت الصوتي. فينا نحكي كيف تقدري يعني او عم تقدري تأديها لحالك بهي الطريقه؟ يعني في حاله عم نحكي عم نسمع ويمكن عم توصل للقلب فورا، يعني هلا نحن كل اللي قاعدين عم يسمعوا وبتسمعي هيك سكون تام، عايشين في حاله سعاده من خلال هي الترانيم الصوتيه. بصراحه الموسيقى البيزنطيه هي مانا شيء ابدا سهل، هذا الشيء استمر معنا سنوات، يعني نحن درسنا الموسيقى استمر هذا الشيء سنوات لحتى قدرنا نوصل لهي المرحله. الترنيم البيزنطي بيحتاج يعني هو ما بيترافق مع ولا آلة، فهو بيحتاج فقط للصوت البشري. الصوت البشري إجباري بده تمرين لحتى يقدر يوصل الكلمة. صوت وآلة سوا يعني بتحسي تماماً. صوت مسموع في نغم صوتي جدا جميل كأنه آلة موسيقية ترافقه. بالفعل، وبالأخص الموسيقى البيزنطية هي كتير بتلمس القلب، وإذا بدها تلمس القلب لازم بالفعل يلي هو عم يقوله يكون هو متمعن بالكلمات وعم يصليها بالفعل لحتى يقدر، لأنه الترنيم بكل طقوسه هو رسالة، فالترنيم البيزنطي بالذات لازم هو يكون عايش الكلمة لحتى يقدر يوصلها لهالرسالة. هي نعم ستقلب كل الموجودين يمكن اليوم معنا بالكنيسة. سالي أكيد الحمد لله. يعني يمكن هيدا الحالة اللي هلأ نحنا أو خلقتوها اليوم بيوم الميلاد حالة جميلة دائما نحنا بحاجة لها. الترنيم هو صلاة، دائما بنقول الترنيم هو صلاة، ولكن صلاة بطريقة تانية. في شيء بيجمعكم مع بعض ترنيمة هيك حابين نحنا نسمعكم مع بعض؟ في شيء بيجمعكم مع بعض؟ أكيد كل شيء بيجمعكم مع بعض بس يعني الترنيمة. ولا ميلادك يا ربي، شو حابين؟ ميلادك يا ربي تكبر المحبة تنمحى الخطايا بكل الدنيا وبتضوي الليالينا فيها خوف وعتمة وبتشرق علينا شمسك المحبة. ميلادك يا ربي يا يسوع الفادي قلبك يحمي بلادي من غدر الأعادي والقهر والأحزان. ناس الفرحاني بشموع وأغاني بتمجد ميلادك بتسبح أعيادك. ميلادك يا ربي ضوى الدنيا. يعني حالة جميلة جدا، كيف إذا جمعت صوتين جميلين بهذا اليوم. نور يعني عن جد مريح نفسيا، يعني احنا بحاجه لهيدا الراحه النفسيه. اليوم طول الفرح بقلوبنا كلياتنا، ويمكن هيك زرعوا حاله من السعاده جدا جميله، وهي يمكن الحاله بتعطيها الترانيم اليوم. خلينا نحكي عن هي الحاله، الحاله الايمانيه الروحيه اللي من خلال الصوت انت بدك تاديها من خلال الترنيمه. يعني في مجهود فعليا عم تقوموا فيه، وقديش قادرين فعلا تأدوا هي الرساله. اليوم نحن عم نسمع كلنا اصغاء في حاله روحانيه فعلا انزرعت بقلوبنا. هيدي الحاله طبعا انا دائما وقت بجي انا بخدم بكنيسه سيدة دمشق مرتله فيها، فدائما وقت بجي لحتى اقدس يوم الرب او اي يوم او اي خدمه بتنطلب مني، فدائما بحاول اعيش الكلمه، وهالكلمه اللي انا بعيشها فعلا حقيقه هي رساله لتوصلي فيها فرح، صلاه، امل، رجاء، وتوصل لكل قلب وتلامسه. فدائما وقت البرتل
دائما بطلب من الرب انه هالكلام اللي عم بقوله بترتيلي، طبعا الصوت واللحن بيلعبوا دور والكلمات المناسبه، هي كل الصلوات مناسبه، بس احيانا بتحسي هالحاله بدها هالكلمه هي اللي بتلامس قلبك ويمكن تغيره. فبختار دائما الكلمه مع اللحن، مع يمكن الرساله او الانجيل يلي بيكونوا موجودين بوقتها وبمناسبتها. فبحاول دائما هذا كله بيخلق جو لحتى يغير قلبك ويرجع ينعشه من جديد. وماري فينا نقول معك كيف؟ صراحه يعني هذا الجو موجود بالكنيسه بدايه، لما منفوت، مجرد ما نفوت على الكنيسه ما في داعي نسمع شيء، منحس بالروحانيه. الترتيل طبعا بيساعد اكثر للصلاه، وعلى قد ما بيريح القلوب وبيساعد بالعلاج حتى، يعني كوني عم بدرس ارشاد نفسي حتى، فهو جدا بيساعد بعلاج الاضطرابات الموجوده، فهو جدا مريح بالفعل للنفسيه. والايمان يعني الايمان جدا بيلعب دور انه الواحد يحس حاله عم يتواصل بشكل دائم مع ربنا، سواء بصلاته سواء بترنيمه، انه بيقولوا كمان من رتل فهو صلى مرتين. فالحمد لله. اكيد نتمنى لك التوفيق بدراستك اللي هي طبعا شيء يمكن احنا فينا نربطه بالترانيم، هو غير منفصل عن الترانيم لانه هو حاله واحده. يمكن بميلاد الفرح حابين نختم بترنيمه مشتركه معكم. يا طفل المغارة يا أحلى أمير، بالمزود نايم عريان وفقير. يا طفل المغارة يا أحلى أمير، بالمزود نايم عريان وفقير. جينا لعندك نسهر، جينا من بكير، تنقلك من حبك نطرناك كتير. يا طفل المغارة يا أحلى أمير، بالمزود نايم عريان وفقير. لعيونك نقرا عالوعد تبشير، نظراتك ترسم لنا للعهد نواطير. يا طفل المغارة يا أحلى أمير، بالمزود نايم عريان وفقير. كنت حابة تسمعينا ترنيمة كمان؟ أكيد نحن سعيدين بوجودكم وسعيدين لهي الحالة اللي زرعتوها بقلوبنا، حالة من الفرح والإيمان من خلال ترانيم بتلامس الروح. نتشكركم كثير ونتمنى لكم أكيد التوفيق. شكرا كثير لكم. ميلاد مجيد ينعاد عليكم. إن شاء الله كمان ميلاد مجيد يا رب عليكم وعلى وطننا وعلى العالم كله يا رب. بدنا نتمنى لكم يعني عام جميل وميلاد جديد، ولادة جديدة لكل مناحي حياتنا، لأنه نحن بميلاد السيد المسيح نعتبره نقلة نوعية لحياتنا لنحن نقدر نجدد الأمل. نورتوا صباحنا لليوم، ميلاد مجيد. أمين. ميرسي كتير لألكم. شكرا لألكم.